بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما تبدون وما تكتمون وردت بهذه الصيغة في سورة المائدة النور البقرة، ونضبطها على ضابط الجملة الإنشائية فنقول: اثنان أتان في جملة القرآن. جعل الله الكعبة فاصل لا تتبع خطوات الشيطان. أضف كنتم في سورة العوان هكذا أتت للبيان، أي أنها في سورة البقرة جاءت بزيادة وما كنتم. بينما في المائدة والنور ما تبدون وما تكتمون. جعل الله الكعبة أي ربع الحزب 13 من المائدة لا تتبع خطوات الشيطان، الحزب 36 في النور. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة وقناة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.